عدنا مرة أخرى مشاهدينا الكرام في هذا الحوار على الهواء مباشرة عما تفعله طالبات الإخوان في جامعة الأزهر هذه الأيام. ما زال معنا للحديث الدكتورة هبة الزفتاوي مدرس مساعد اللغة الفرنسية بكلية الدراسات الإنسانية، والدكتورة منى صبري مدرس اللغة الفرنسية بكلية الدراسات الإنسانية. دكتورة منى، الحل لغاية دلوقتي هو حل أمني، بغض النظر عن مين اللي بيحل امنيا، الشرطه اللي بتحل ولا امن الجامعه اللي مش عارف يحل او الى اخره، لكن هناك من يرى ان الحل يجب ان يكون شامل بعض الشيء، ما يكونش فقط امن، يكون تثقيفي توعوي، يعني تغيير لهذه المفاهيم الخاطئه الموجوده عند طلبات الاخوان الموجوده في جامعه الازهر. السؤال بقى مش كده، احنا عارفين الحل شامل، السؤال هل ينفع فيهم تغيير ام لا ينفع؟ لان احنا عارفين الحل. طبعا موافقه تماما، يعني الحل لازم يكون شامل زي ما حضرتك بتقول. ده في يعني في بعض الاحيان في يعني في امل، وعلى كل حال المحاوله لازمه يعني، ومش هتخسر وضروريه. وده اللي احنا يعني على مستوى صغير كل واحد بيحاول يعمله يعني مع الطلبه بتوعه في كل موقف، انه او اللي هو عارف ان هو ليهم هذه الميول بيتكلم معاهم انه عايز تعبر عن رايك او عايزه تعبري عن رايك، عبري عن رايك بس مش بالعنف زي ما قلت حضرتك ان هو الاضراب، انت ابتدى يعني ابتدى الاضراب، ولو الناس متعاطفه مع قضيتك او لو فيها مسمعه زي ما بيقولوا هينضموا، لكن ما تقدريش تجبريني او ما تقدريش تعطلي الدراسة او ما تقدريش تعتدي على الحرم الجماعي الى اخره. فيعني في بعض الاحيان طبعا يعني لازال الامل موجود، واعتقد ان هو على كل الاحوال ضروري ان احنا نحاول، لانه هو في الاول وفي الاخر زي ما قلت حضرتك انا اللي شفتهم طالبات، يعني طالبات بتوعنا في الاقسام الثانيه، فمش هنقدر يعني يعني نتخلص منهم يعني. بس وفي ما لم يقوموا باعمال كبيره جدا يعني مش يعني تقع تحت القانون، فممكن ان احنا نتكلم معاهم وممكن نتفاوض معاهم وكده، لكن طبعا المسؤوليه اللي عليه مسؤوليه جنائيه طبعا يجب ان يحاسب، يجب ان يحاسب. يمكن يا دكتوره هبه انه تغيير الفكر او انه الحل يكون اشمل ان هو يكون حل امني فقط، يمكن يبدي نفعا مع المتعاطفين مع الفكره او مع تنظيم الاخوان والى اخره، ولكنهم مش اعضاء فاعلين، لان الاعضاء الفاعلين خلاص انت عضو في تنظيم معين فانت سمع وطاعه ولا يمكن تاخد اوامر او توجيهات من غير هذا التنظيم، ولكن المتعاطف مع الفكره يعني فاهم غلط، يمكن ده يكون اسهل شويه في يعني تصحيح افكاره من المنتمي، لان المنتمي بينفذ اهداف من الاخر يعني. انا متفق مع حضرتك تماما، لان زي ما حضرتك بتقول اللي منتمي للتنظيم او اللي مدرب من التنظيم او ايا كانت علاقته بالتنظيم ده بيبقى متشبع بالافكار وبيبقى وصل لمرحله معينه يصعب جدا الحوار معاه، يعني الحوار معاه لن يجدي ولن يؤدي الى اي شيء نافع او مفيد او حتى الى تغيير اي شيء من افكاره. لكن فعلا زي ما حضرتك بتقول احنا عندنا طبعا اعتقد انه كم لا باس به من المتعاطفين مع كم لا باس به، يعني حضرتك بتقولي ان الاعداد داخل جامعه الازهر من المنتمين والمتعاطفين كثيره. ايوه لان هناك من يقول ان هي اعداد قليله ولكنها تحدث صخبا كثيرا. لا الاعداد بالنسبه يعني اعداد قليله تحدث صخب اللي هم بيقوموا بالاعمال التخريبيه كمظاهرات كاعتداء كهجوم. اوكي فعلا هم يعني اعدادهم قليله لا تمثل اي شيء بالنسبه لاعداد بقيه الطلبه، لكن كمتعاطفين لا المتعاطفين كثر يعني عدد كبير جدا. هو عموما عدد جامعه الازهر كبير تقريبا نص مليون طالب موجودين في جامعه الازهر، وده رقم يعني مهول. بالظبط. دول انا متفقه مع دكتوره منى ومع حضرتك ان لا دول في امل ان احنا ممكن نتحاور معاهم، نتحاور معاهم بالمنطق، نتحاور معاهم بشيء من العقل يعني، وممكن يعني هنصل بيهم الى مرحله ثانيه يعني، او ان هم يبتدوا فعلا يعيدوا النظر في افكارهم. لكن اللي بتقوم باعمال تخريبيه وباعتداء وبمثل ما فعلوا معي مثلا مع التجاوزات دي
لا أمل فيه. كل اللي عملوا هذه التجاوزات لم يحولوا لمجالس تأديب؟ والله يعني في الوقائع اللي احنا شايفينها او اللي احنا حضرناها انا شفنا ان هم يعني هم بدأوا الوقعة وهم انهوا الوقعة او الفعالية زي ما بيقولوا يعني فما حدش قرب لهم يعني طبعا سمعنا يمكن في البنين في تحولات انا ما اعرفش عندنا ولا لا، في حد منهم قال لي انا مرفوض في خضم الوقعة، لكن انا يعني انا اللي شفناه في كذا وقعة في اول وقعة لما 7 ديسمبر لما قفلوا الباب هم يعني ده كان اول مرة هم اللي مشيوا برضو يعني احنا انتظرنا يعني انا متفهمة طبعا وجهة نظر الادارة ان هم بيتحلوا الضبط النفس وكذا، بس هو يمكن من وجهة نظر البنات دي هم بياخدوا قوة ما بيتمادوا في ده، فهم يوم 7 عملوا قفلوا المبنى عندنا تاني يوم تقريبا مش كده قفلوا حرم فرع البنات كله حصل بقى اعتداءات في كل الكليات، فيعني طبعا يمكن تكون مجالس التأديب بالنسبة اللي اقترفت فعلا عمل في تجاوز كبير او اجرامي زي الحرق او الكسر انه طبعا يكون في حسم معاها ونهائي يعني يكون في حسم اكتر من كده، وطبعا اعتقد زي ما بقول حضرتك ان هو يمكن وجود امن نسائي مدرب او بعدد يعني كثيف اكتر من الاعداد الموجوده يمكن يكون ده حل ل يعني احتواء المواقف دي، ان هو يبقى السيدات ما عندهمش هذا الحرج من القرب منهم والتحكم في ال وعموما يعني عبال ما ده يحصل لازم يكون في حل موجود يعني الان، يعني عبال ما نعمل امن نسائي او ندرب افرادنا الان على كيفيه التعامل مع الطلبه ده بياخد وقت كبير جدا. ايه المطلوب من اداره جامعه الازهر الان لكي تكتمل امتحانات الترم الاول؟ أن تكون الجامعة أمينة مع نفسها، إما أنها قادرة فعليا وبحسم على تأمين الامتحانات التي ستبدأ في 2020، وإما أن يتم تأجيل الامتحانات. وخصوصا الامتحانات النظري هي يعني الأساسية. الأساسية بالظبط والأطول. والأطول. وحرصا كمان على مستقبل الطالبات وخصوصا كمان الوافدات من بلاد اخرى. صحيح. من كثر لا ذنب لهم يعني والمسؤوليه الجنائيه كمان في حاله حدوث شغب على اعضاء هيئه التدريس وفقدان ورق الامتحانات. احنا طبعا متفاهمين الفكره حضرتك بتقوله وجهه نظر الجامعه انه يعني ده من ان احنا ما ننفذش الرغبه في تاجيل الامتحانات، بس هي اعتقد ان احنا اكبر يعني في وجهه نظري الشخصيه ان احنا اكبر من ذلك، انه يعني مش ده اللي هياثر فينا فعلا. فلو احنا نقدر نمنع عمليات شغب او نمنع هذا التصعيد بتاجيل يعني لفتره ما لامتحانات الفصل الدراسي الاول يمكن يكون ده حل. طبعا بالتأكيد كل هذه الخيارات مطروحة أمام إدارة جماعة الأزهر وهنشوف هي هتقرر إيه، مش بس جماعة الأزهر الحقيقة أيضا بعض الجامعات ما فيش شك إنه فيها نفس هذه المشاكل، ولكن هذه المشاكل مجسمة أكثر في جماعة الأزهر. لذلك إحنا يعني متعاطفين تماما مع رئيس جماعتنا يعني في الموقف. ربنا يكون في عون كل هيئة التدريس على ما بيحصل. في موقف لا نحسب عليه. إن شاء الله تخرجوا منها على خير ومصر كلها تخرج منها على خير. نشكركم شكرا جزيلا، نشكر الدكتورة منى صبري مدرس اللغة الفرنسية بكلية الدراسات الإنسانية، كما نشكرك الدكتورة هبة الزفتاوي مدرس مساعد اللغة الفرنسية بكلية الدراسات الإنسانية جماعة الأزهر، ونراكم على خير إن شاء الله. إن شاء الله. شاهدنا حوار آخر قادم في الطريق بعد هذا الفاصل والتقرير، ابقوا معنا على شاشة أمين الأخبار.
عقد التيار الشعبي المصري خلال الساعات الماضية مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله موقفه من مشروع الدستور المطروح للاستفتاء في منتصف يناير المقبل. كما أعلن التيار محتوى البيان الذي بدأ منذ أيام جمع توقيعات رموز لقوى وطنية وسياسية ومثقفين بعنوان الانتخابات الرئاسية أولا. وقال رئيس لجنة التسيير بالتيار الشعبي إن التيار الشعبي والقوى الوطنية المنتمية لخط ثورة 25 يناير و30 يونيو أمامها تحديان رئيسيان هما حث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على الدستور وقبول الدستور شعبيا بنسبة تفوق نسبة الموافقة على الدستور المعطل الذي كان تنظيم الإخوان قد أعده. كما أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير اليوم أنها ستصوت بنعم لمشروع الدستور الجديد وأنها تنسق لإطلاق حملة معكافة القوى الوطنية والأحزاب السياسية لحشد أوسع لمشاركة شعبية للاستفتاء على الدستور في منتصف يناير المقبل تحت شعار مستقبلنا بأيدينا. وقد انتهت الأمانة العامة للجمعية إلى هذا القرار بعد قراءة متأنية للمشروع الذي أعدته لجنة الخمسين والذي جاء في صياغته النهائية يحمل ملامح دستور عصري يضع اللبنة الأولى في بناء مصر الثورة ويهيئ الأجواء الملائمة لإنجاز خريطة المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية في 3 يوليو الماضي عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت للأبد بدستور 2012 والذي انحرف أهداف ثورة 25 يناير عن مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وأكدت أغلب القوى السياسية المصرية أن مشروع الدستور يضع حجر الأساس لنقلة حقيقية نحو مستقبل أفضل بإقرار أسس نظام حكم ديمقراطي يقوم على أسس المواطنة ويحقق التوازن المنشود بين سلطات الدولة ويحدد اختصاصات وصلاحيات الرئيس وينظم آليات محاسبته ومحاسبة وزرائه وإحالتهم للمحاكمة أو طرح الثقة بهم إذا اقتضى الأمر. كما تضمن مشروع الدستور نصوصا قاطعة في التأكيد على التزام ما أقرته المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية دون تمييز. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذا الحوار الثاني لهذه الحلقة من برنامج من القاهرة، المشهد السياسي نناقشه دوما في البرنامج، موقف القوى السياسية والحزبية من الاستفتاء على مشروع الدستور والمقرر له 14 و15 يناير. نستعرض هذه الليلة بعض المواقف لبعض القوى السياسية والأحزاب. بيسعدنا أن احنا نستضيف معنا الأستاذ عبد العزيز النحاس سكرتير عام مساعد حزب الوفد وأيضا مدير تحرير جريدة الوفد. مساء الخير يا استاذ عبد العزيز. مساء الخير. كما نرحب ايضا بالاستاذ احمد طه النقر الكاتب الصحفي والمتحدث باسم الجمعيه الوطنيه للتغيير. مساء الخير يا استاذ احمد. اهلا بحضراتكم. وهبتدي معاك يا استاذ احمد، يعني الجمعيه الوطنيه للتغيير قالت انها هتصوت بنعم لمشروع الدستور الجديد، من وجهه نظرك ووجهه نظر الجمعيه لماذا نعم؟ احنا كان في مؤتمر صحفي النهارده اعلنا في هذا الموقف، قلنا يعني احنا هنقول نعم وهندعو الناس للحشد يوم الاستفتاء، وايضا قلنا في نفس المؤتمر ان احنا مع الانتخابات الرئاسيه اولا. ايوه. طبعا احنا كان لينا تحفظات على مشروع الدستور في البدايه وكتبناها وبعتناها الى لجنه الخمسين ولم يؤخذ بها للأسف الشديد. كان أهمها أن يبقى دستور جديد وليس دستور معدل على دستور الإخوان، وكان يهمنا جدا طبعا أن يعني ما يبقاش في محاكمات عسكرية للمدنيين، وكان يعني في أكثر من ملحوظة. لكن الآن أنت قدامك مشروع متكامل، انت معترض على مادة او اثنين او ثلاثة، فيه زمن الملاحظات انتهى. يعني لو انا هطرح الدستور ده للتصويت مادة مادة كان ممكن يبقى فيه مجال للتحفظات، لكن انت بتاخد صفقة على بعضها وانت راضي عن هذا الدستور، وكلنا يعني كل واحد فينا راضي عن يعني عن 80% منه على الاقل،
او اكثر او اقل قليلا يعني، لكن في النهاية انت بتقول نعم لهذا الدستور لانه فعلا يعني نقلة الى الامام وخطوة اساسية للانتقال على خريطة المستقبل. وطبعا فيه مزايا كثيرة جدا للفلاح.